فلا مسكين واكل الدق. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. نعرف غالي الحمام خوف الزمان. الحمام خوف الكون الزمان. والله اخويا لا تعرف تا وتنعلفو تا هو واش غادي نديرو؟ في سبيل الله. في سبيل الله انت لا تشوف. ولا تياك رزقو. غادي نزعكم باش غادي نعلفو الكتيبة. كلها ما تياك رزقو. الله يجيب التيسير. غاتعمر هادي بالماء ولا؟ هي تعمر هادي بالماء الكتيبة دابا. هي؟ يا خويا ها انت ها يلا ديما راه خلينا راه بغينا نغسل الطوموبيل ها هو جا عاوتاني ها خويا غادي تكتب على هو با خليني نشعل ايوا سير الله يسخر كلشي تيك رزقو ياكل الدجاج ياكل الحمام هنا الاخوان كاين الضرا كاين النخالة هادي الفصة الصبيب كاين النوع ديال السيكالين مع الف مركب والشعير الشعير مخلط كاين الرويزه والبلبل وكاين هذا التورتو التورتو هذا التورتو الاخوان هو زريعه الاخوان تسناو الغنم هي جايه تبارك الله ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما شفتوا هاد النعجات هادو الاخوان هادو جايبين فيهم هذا القسيل القسيل تيتحش باللفو وبالمنجل تيحشوهم الفدان و تيعطيولهم في الفراوات بزاف ان شاء الله تا هو غنديرو معاكم شي بلوك من يوميات راعي الغنم الاطلس المتوسط تبارك الله عليكم تحياتي لكم الاخوان حنا متواجدين عند الاخوان عمران الضيعه تبارك الله راه معروفه اللهم زيد وبارك هذه الاخوان نعجه الوالده تبارك الله كامله والده تبارك الله ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله كما شفتوا معنا كلشي تياك الرزق الخويل اخا شفت واحد النعجه جايه وهز القسيل فمها يا اخويا راه شو الكتيبات اكثر شي حاجه تحسوا هي دابا دازت على قدام داز الكوري قدام المكازا وجات الرزق تاعها فمها وجات جات تجريبي ايوا داكشي كتاب ان شاء الله تتحشوا تعطيهم في الفراوات تحشوا تتخرج تتخرج الدور خرج اخويا ترى عاوني مازال ما كاين والو يا الله يرحمك الله يرحمك
باقي ناقصه الاخرى لعبة زايد في الثمن. يا الله يجيك الله تيسيرك. اللجنة دخلت نهار 3 لازرو كيك بغا يطيحوا في اللحام ويطيحوا في ويطيحوا في اللحام. دابا حنا شحال من العام هادي ما عمرو شافونا، ما شافوناش 2019، ما شافوناش 2020، ما شافوناش 2021. تنبيعون عجب 6000 ريال ب 4000 تشريها وتهز ما تكملش. اش صاير هي ولدها؟ ودابا حيت رجعت الكسيبة غالية الخوين راه قصحوا على الكسيبة. قالك لا يطيحوا في اللحم، لا يدخل اللحم، لا ايوا انت راه الفلاح اللي واكلها. الفلاح اللي غادي ياكلها هو الفلاح اللي واكلها مسكين الكسابو. شنو نقول لك؟ كل الفلاح خلاو له الكسيبه هو بقى يبيعها في السوق راه غادي ياكل طرف الخبز. الفلاح مسكين واكل الدق. اش راه قاصح على داك الشيء؟ خصهم يخرجوا للفلاح يهضروا معاه. يدوزوا عند الفلاح الكوري يدوزوا عند الصوت. حنا العلف اسيدي يدعمونا الكسيبه راه موجوده عندنا في الفلاح. الكسيبه راه ما خاصهاش. ما خاصهاش الكسيبه راه عندنا الكسيبه. راه ماشي عندنا الرخا، راه ما كاينش الغلا، ما نقولش كاينش الغلا. الكسيب مسكين الله يكون في العون. وراه العلف هو اللي قصها على الكسيبه. يا الله يدير الخير. والكسيبه من هنا للقدام راه عاد غادي ترجع الحياه ترجع لاباس عليها. وما واحد 3 سنين راه كانت الكسيبه والو. دايره والو. ما واكلاش ما كلاش ما كاينش الربيع والعلف غالي وكان اللي يتزاقل مع الكسيبه. اغلبيه الكساب باعوا. ايه اغلب الكساب صافي ما خرجاتوش، يعلف ويبيع وياكل ويعلف حتى ما بقى عنده والو. ضرب الفقد ما لقى والو، ما بقاش. بقات لا غنم لا فلوس. بقى لا غنم لا فلوس لا والو، خرج هاكاك واقف على رجلي. والله يكسب من الكسيبات. امين اخويا. الله يسهل الامور. بارك الله فيك. يجيب الله تيسير.